جنوب الشنجان في معظمهم يسكنون هناك في شمال يعني يأتي في زيارة كل يوم كذا سنة ما أنا لا أتذكر ولكن جاء المسجد أسس قبل 120 سنة في هذا المكان باسم نالان مسجد نالان وبعد ذلك تغير اسمه إلى مسجد يانخان بعد عدة سنوات بتأسيس جديد لبنائه. من هو يانخان؟ من هو صاحبه؟ المسجد الذي على اسمه؟ هذا المنطقة هو اسم لهذا المسجد منطقة